صحيح من رحم رياضيات السنة السادسة ابتدائي نستأنف مع التمارين التي كنا قد رأينا. هنا عندنا السلم التصميم. نشوف أولا التمرين رقم 4، أجد السلم الذي يوافق الجدول التالي. إذا أشنا هو السلم الموافق لهذا الجدول هذا؟ كما تلاحظوا عندنا 1 مقابل ديالها 50، 10 مقابل ديالها 500، 100 مقابل ديالها 5000. إذا في النظر ديالك أشنا هو السلم؟ طبعا الحال عندنا 1 ملليمتر مقابل ديالها 50 متر في الحقيقة. إذا مش مغا يكون هذا السلم هذا؟ 1 على 50. لا، عندنا الفوق بالمليمتر والتحت عندنا بالمتر. عندنا ولا؟ تحت خاصنا نحولو. يعني خاصنا نحولو. إذا الفوق عندنا بالمليمتر والتحت عندنا بالمتر. المتر شحال كاين من مليمتر؟ متر. في 1000. ألف مليمتر. كل متر في 1000 مليمتر. إذا حنا عندنا كل شريطة صغيرة ديال المليمتر تتقابلها 1000 مليمتر. هادي في المتر. فهمتي؟ ولكن حنا ما عندناش كل مليمتر تيقابلها 1000 مليمتر. حنا ما عندناش كل مليمتر تيقابلو فقط متر. تيقابلو 50 متر. يعني ديك الألف غنزيدو أو التنين نضربوها 50 مرة، واش فهمتي ولا؟ حنا دابا في الأول قارنا غير بين المليمتر والمتر، بغض النظر على هاد السلم اللي عندنا هنا. عادة بلا هاد السلم كل متر فيه 1000 مليمتر، ياك ولا؟ إذا دابا عندنا كل مليمتر ماشي تيقابلها فقط متر، كون كانت كل مليمتر تيقابلها فقط متر، غنقولو بأن هاد السلم هو 1 على 1000. علاش؟ لأن عندنا مليمتر المقابل ديالو في الحقيقة شحال؟ هو متر، بما معناه أنه تيقابلها 1000 مليمتر. هذا لو أنه افترضنا بأن كل مليمتر تيقابلو متر، ولكن حنا ما عندناش كل مليمتر تيقابلها فقط متر، بل تيقابلها شحال؟ 50 متر. إذا شحال السلم في نظرك ديالك؟ 1 على 5000. 5000؟ إلا كانت 5 أمتار، إلا كان مليمتر تيقابلو 5 أمتار، غنقولو بأن تنقولو بأن السلم هو 1 على 5000. حنا عندنا 50 متر، يعني كل متر تساوي 1000 مليمتر. إذا شحال هاد السلم هنا؟ السلم هو 1 على 50000. 50000. هذا علاش قلت لك بأن الإنسان خاصو ينتبه للوحدات، فهمتي ولا؟ أول نظرة يبان لك بأن هاد السلم هو 1 على 50، فهمتي ولا؟ في حين أنه خاصنا نحولو بعد المتر، لأن شنو هو؟ السلم شنو هو؟ عندنا الفوق، عندنا الفوق على الورق شحال تيقابلو لتحت في الواقع؟ عندنا الفوق 1، هادي ديال الورق، 1 واش؟ 1 مليمتر، في المقام عندنا 50، ولكن ماشي 50 مليمتر، 50000 مليمتر، بما معناه 50 متر، فهمت ولا؟ ماشي غنقولو بأن السلم هو 1 على 50، إذا السلم هو في الحقيقة هو 1 على 50000، فهمت ولا؟ إذا السلم راه ساهل، ماشي شي حاجة اللي واعرة. عندنا واحد الرسم في الورق عنده واحد المسافة، عنده واحد الطول، شحال تيقابلو في الواقع من الطول؟ هذا هو المقصود. هذا تنشوفوه بالمليمتر، الآخر تنشوفوه بالمليمتر. هذا شفناه بالمتر، الآخر نشوفوه بالمتر. فهمتي ولا؟ شفناه بالسنتيمتر على الورق، تنقارنو مع الحقيقة ديال داكشي اللي تيمثل في الواقع بالسنتيمتر. فهمتي ولا؟ إذا السلم كما قلنا الآن هنا هو 1 على 50000. فما يخص التمرين رقم 6، عندنا يمثل مستطيل طوله 20 سنتيم وعرضه 10 سنتيمترات تصميما لملعب لكرة القدم بسلم 1 على 500. ما هي المسافات الحقيقية للملعب؟ إذا شنو هو المعطى عندنا؟ شنو اللي عندنا حنا دابا هنا؟ شنو المعطيات اللي عندنا؟ أولا عندنا الطول، عندنا الطول والعرض والسلم. الطول واش في الحقيقة ولا في الورق؟ في الورق. والعرض ديالو؟ حتى هو في الورق. والعرض ديالو حتى هو في الورق. 10 سنتيمتر ماشي متر. لا، ماشي 5 سنتيمتر، يقدر يكون في الواقع بالسنتيمتر، ماشي هذا هو الدليل، فهمتي ولا؟ إذا يمثل مستطيل طوله كذا، يمثل، ثم عندنا تصميما وعرضه كذا كذا، تصميما للملعب، يعني عندنا واحد التصميم، التصميم ما عمره يكون في الواقع، فهمتي ولا؟ تيكون على الورق، ياك؟ إذا
يمثل مستطيل كذا وكذا تصميما لملعب لكرة القدم بسلم 1/500. ما هي المسافات الحقيقية للملعب؟ إذا طبعاً الحال كما تنشوف في الجدول عندنا أبعاد الملعب على التصميم بالسنتيمتر، الأبعاد الحقيقية للملعب بالسنتيمتر كما تنشوفه ولا؟ إذا عندنا الأبعاد على التصميم ومعطيانا بالسنتيمتر، إذا طبعاً الحال ملي غنضربوها في السلم غنلقاوها أيضاً بالسنتيمتر. هذاك الشيء عطاوك هاد المربعات الأخيرة وزيك هنا الأبعاد الحقيقية للملعب بالمتر، يعني هذاك الشيء اللي غنلقاو هنا هذاك الشيء اللي غنلقاو ديال الحقيقة غادي نحولوه للمتر. فهمتنا؟ بحال دابا كل سنتيمتر على الورق على التصميم تساوي في الحقيقة 500 سنتيمتر. هذا هو المعنى ديال السلم ديال 1/500. فهمتنا؟ ديما العدد اللي في المقام تمثل عدد السنتيمترات المقابلة لذاك الواحد اللي كان في البسط المقابلة له في الواقع. فهمتنا؟ إذا عندنا سنتيمتر واحد على الورق، كل سنتيمتر عبرناه كل واحد بوحدو، فهمتنا؟ كل واحد عبرناه خاصة نحطو المقابل ديالو 500 سنتيمتر في الواقع. فهمتنا؟ إذا كانوا عندنا 10 سنتيمترات مثلا، إذا بطبيعة الحال خاصنا نضيبلو هاد 500 على عدد على حساب العدد ديال السنتيمترات اللي كاينة اللي عندنا في الورق. فهمتنا؟ فمثلا إذا كان كل سنتيمتر تقابله في الواقع 500 سنتيمتر، فالطول ديال الملعب اللي الطول ديالو في التصميم 20 سنتيمتر، شحال تيقابلو في الواقع؟ شنو غنعملو هنا؟ غنحاولو 20 × 500 ها؟ قسمة واحد. ها؟ قسمة؟ واحد. ها قسمة لواحد، يعني غنقومو بالعملية ديال التناسبية. وهي 20 × 500. هي شحال؟ لا. ها سجلو هنا؟ 2 × 5، 2 × 5. 2 × 5 10. 10 غنحطو 10، هادي غير 2 و5. شحال غير قليلة من صفر؟ 3. غنزيدو ثلاثة الأصفار، شحال؟ هي 10 ألف. هي 10 ألف. دابا العرض، العرض ديالو شحال؟ شحال العرض ديالو؟ العرض ديال الملعب على التصميم شحال؟ 20 × 1. لا العرض ديالو هاد العشرين بعدا من جنة، هاد العشرين جنة ملادي مين؟ من هنا؟ عاطينا لنا كيفاش غنقيدو في العرض؟ 10. خلاص ديما تنتابه الفوق، إذا غنقيدو 10 هنا، غير هما عينوك وسجلوها هنا، فهمتي ولا؟ إذا أنت خاصك تسجلي الباقية، هي في الأصل أنت اللي خاصك تسجلي العشرين هنا، ياك؟ إذا غنسجلو هنا 10، 10 سنتيمترات، إذا شحال غيكون المقابل ديالها في الواقع من السنتيمترات؟ 10 في 10 ألاف. 10 في 10 ألاف، هذيك 10 ألاف راه ديال الطول، حنا سجلناه بعدا، حنا دابا العرض، هذيك راه ديال الطول في الحقيقة، في الحقيقة كاينة 10 ألاف سنتيمتر، الحمد لله. هذيك ديال الطول ديال الملعب، دابا حنا غنقلبو على العرض ديال الملعب في الحقيقة، مع العلم بأن العرض ديالو على التصميم هو 10 سنتيمترات، هي اللي غنسجلو هنا. إذا شحال في المقابل ديال 10 سنتيمترات اللي على التصميم، شحال المقابل ديالها في الواقع من سنتيمتر؟ 10 فاش؟ 20. ديما شوف شوف شوف، دابا تغير تتنساي، هذا هو المشكل. دابا عندنا على التصميم بغينا نلقاو الواقع، اشنو غنديرو؟ عندنا رقم على التصميم، واحد المسافة على التصميم، بغينا نلقاو المقابل ديالها على الواقع، اشنو تنعملو؟ شنو هو؟ شنو هو الرابط بين هاد الجوج؟ اشنو هو؟ تنضربو. فاش نضربو؟ السلم. الرابط هو السلم، الرابط هو السلم، خاص تعقل هاد القضية. شوفي الرابط هو السلم. اسمع، السلم التصميم تيعطيك ما يقدروش يخرجوا لك على كذا الأسئلة. في السلم التصميم ما يقدروش يخرجوا لك على كذا الأسئلة. شنو هو السؤال الأول؟ وهو تيعطيك المسافة على التصميم ويقول لك القضية الواقع، شنو غدير؟ تتشد ديك المسافة ديال التصميم فاش تضربها؟ ايه تضربها في التحت ديال السلم. دابا هنا عندنا 10 سنتيمترات، ياك؟ 10 سنتيمترات هذه غير التصميم، بغينا نلقاو المقابل ديالها في الواقع، شنو تتمثل لنا في الواقع من المسافة؟ إذا شنو غنعملو؟ 10 سنتيمترات فاش غنضربوها؟ السلم. شنو هو السلم اللي غنضربو هنا؟ هو عندنا 500، فاش غنضربوها؟ اشنو الرقم؟ 500. غنضربوها في رقم، إذا غنضربو 10 في
اذا عند 14 في 500 في 500 شحال تعطينا؟ اي عدد ضرب في 10 شنو تنديرو؟ تنزيدو؟ زيد تزيدو صفر شنو تعطينا دابا؟ 5000 اذا غنسجلو هنا شنو؟ 5000 اذا هنا غنسجلو 10 وهنا غنسجلو 5000 دابا شوفي هذا النوع ديال السؤال الاول شنو تيعطيوك؟ هذا النوع ديال السؤال الاول تيعطيوك المسافه على التصميم وتيقول لك القانون المسافه على الواقع اذا انت شنو تعمل؟ تتشدك المسافه ديال التصميم وتضربها في ذاك المقام ديال السلم تتلقى المقابل ديال ديك المسافه على الواقع دابا السؤال الثاني النوعيه ديال السؤال الثاني اللي تطيح في سلم التصميم شنو هي؟ هو تيعطيوك المسافه ديال الواقع وتيقول لك القانون المسافه ديال التصميم شنو غتعمل؟ إلا عطاوك 5000 سنتيم هنا مثلا في الواقع كيفاش غنلقاو المقابل ديالها على التصميم شنو غنعملو؟ 5000 أيه قسمة علاش؟ على 500 هذا النوع ديال السؤال الثاني دابا في نظرك السؤال الأول والسؤال الثاني واش واعرين؟ لا هو علاش؟ أسكرت عقل عليهم إلا بغيت نكبرها تنضرب ولا بغيت نصغر تنقصها صح دابا شنو النوع ديال السؤال الثالث؟ شنو هو النوع ديال السؤال الثالث شنو هو؟ هو تيعطيوك المسافة الحقيقية وتيعطيوك المسافة على التصميم تقرير القلب على السلم اه شنو غدير في هاد الساعة؟ شنو غدير؟ تتشد المسافة الحقيقية قسمة على مسافة على التصميم ولكن بعد ما تحضم على الوحدات هنا هنا خاص تحضم على الوحدات مزيان خاصني نحولها معاك اه بحال شفنا قبل قليل خاصة ملي تنبغيو نلقاو السلم خاصنا ضروري نقادو الوحدات علاش؟ لان حنا تنقلبوا على واحد المسافه تبغينا نلقاو المقابل ديالها في الواقع فهمنا بغينا اشنو هو الرابط بيناتهم اذا ضروري تكون الوحدات ديال ديك القياسات تكون بحال بحال الا خدمنا بالسنتيمتر نخدمو بالسنتيمتر خدمنا بالمتر على بحال ممكن نخدمو بالمتر تندير 0.00 كيلومتر فهمنا ممكن نخدمو بالكيلومتر ممكن فهمنا ولكن غالبا السنتيمتر كما قلت لك فيما سبق غالبا السنتيمتر اذا ممكن يكون المليمتر حنا شفنا قبل قليل هذولا دابا احنا لقينا هنا 10000 ولقينا هنا 5000 شنو خاصنا نعملو لتحت؟ قالوا لنا تما نقلبو على السلم شوف انا قريها انت الابعاد الحقيقية للملعب ب بالمتر هنا اش كاين الابعاد الحقيقية للملعب ب سنتيمتر واش كاين شي فرق بين هاد الجوج؟ الفرق فاش كاين؟ في الوحدات فقط في الوحدات يعني فقط شنو غتعملي؟ شنو غنديرو من هنا لهنا؟ نحول صافي غادي تحولوها نفس النتيجة هاد النتيجة اللي كاينة هنا هي اللي كاينة هنا فقط هادي غنديرها بالمتر هادي بالسنتيمتر هما طالب منك هنا بالمتر فهمت ولا؟ في العوض اللي تبقى الأبعاد ديال الملعب بالسنتيمتر غنحولوها بالمتر فهمت ولا؟ إذا عندنا دابا هنا 10000 تنعرف بأن المتر شحال فيها من السنتيمتر؟ لا فيه 100 إذا شنو علاش نقسمو دابا هنا؟ بلا ما نمشيو لجدول التحويل راه ممكن تمشي لجدول التحويل من الاحسن ولكن ممكن تبان لك هنا بسهوله بلا ما ترسان بلا ما كذا فهمت ولا تنعرف بان كل متر فيه 100 سنتيمتر اذا شنو غنعملو هنا؟ عندنا هنا غنزيدو جوج اصغر غنزيدوه راه عندنا الامتار الامتار تيكون فيها سنتيمترات كثار بحال دابا الا كان عندنا 100 سنتيمتر 100 سنتيمتر شحال غيكون فيها من متر؟ ها انت انت جرب غير بالمتر نكحزو فاصلة جوج أرقام. غنكحزو الفاصلة، غنزيحو الفاصلة اليسار جوج أرقام. يعني بحال يعني غنقسمو على؟ على 100. على 100. أنت تنزيحو الفاصلة جوج أرقام اليسار، ملي تنقسمو على 100. وتنزيحوها اليسار برقم واحد، ملي تنقسمو على؟ على 10. وتنزيحوها بتاع الأرقام اليسار، ملي تنقسمو على؟ 1000. 1000. إذا هنا غنقسمو على 100، علاش؟ لحقاش كل متر فيه 100 سنتيمتر، إذا دابا عندنا 10000 سنتيمتر، عندنا 10000 سنتيمتر، شحال تيقابلها من متر هنا؟ يلاه شحال؟ 10000 سنتيمتر 10000، ما لقيناش تقول 10000 سنتيمتر في الطول ديال هذا ديال الملعب، شحال لقينا 10000 ياك؟ إذا شحال تيقابلها؟ هذا لقيناها بالسنتيمتر، شحال تيقابلها بالمتر؟ مرة 100 100 غتبقى 100 إذا غتبقى عندنا 100 متر إذا غتبقى عندنا 100 متر إذا الطول ديالو هو 100 متر وبالتالي العرض شحال ذكرنا؟
كنا 10 احنا 10 بابا انا شحال كرنا شحال لقينا شحال لقينا العرض ديال هاد الملعب على الواقع المقابل لهاد 10 سنتيم 5000 لقينا 5000 اذن 5000 هذه سنتيمتر اذن شحال بالمتر 5000 50 اذن 50 متر اذن التحويل اذن 5000 تعطينا 50 متر وبالتالي العرض والطول ديال الملعب هو 100 في الطول على 50 في العرض هنا عندنا ارسم تصميما لقاعات اكل مستطيله الشكل ابعادها 6 امتار على 4 امتار بسلم 1 على 100 مع رسم تصميم لطاوله وسط القاعه شكلها مستدير وقطرها 1.6 متر فهمتي؟ إذا عندنا هنا ارسم تصميما لقاعة إذا هنا شنو؟ رسمه إذا هنا رسمه تصميم لقاعة لقاعة أكل مستطيلة الشكل أبعادها شنو؟ 6 متر 6 الأمتار على 4 الأمتار على 4 الأمتار سلم 1 على 100 السلم 1 على 100 ياك قطرها 1.6 أمتار لا وسط ديالها شنو؟ وسط القاعة مع رسم تصميم لطاولة وسط القاعة شكلها مستدير وقطرها 1.6 متر إذا بطبيعة الحال غنجيو وسط القاعة وغنرسمو واحد المائدة ياك طاولة مستديرة ياك والقطر ديالها شحال؟ 1.6 إذا هنا 1.6 بطبيعة الحال متر إذا كيفاش غنرسموها؟ مع العلم بأن عندنا تصميم هو 1 على 100 إذا شنو غنعملو؟ واش غنجيو للورقة مثلا ونحطو عليها 6 متر؟ لا مابقاش التصميم هذا إذا شنو غنعملو أول حاجة؟ حولو الواحد مادام الأرقام كلهم بالمتر ممكن نخدمو بالمتر ممكن نخدمو بالسنتيمتر إذا 6 أمتار شحال تساوي من سنتيمتر؟ هي 600 4 أمتار شحال تساوي من سنتيمتر؟ 4 أمتار تقابل 400 سنتيمتر 1.6 متر شحال تقابل من سنتيمتر؟ 100 ما عندك واحد واش عندك 1 متر بطبيعة الحال هذه معروفة بأنها تتقابل 100 سنتيمتر حنا عندنا 1.6 إذا فاش غنضربو؟ عندنا 1.6 فاش نضربوها؟ 1.6 1.6 فاش نضربوها؟ باش نكبروها فقط باش نحولو السنتيمتر حتى نعرفو بأن كل متر فيه 100 سنتيمتر هذا خاص تعقلو بها إذا عندنا 1.6 هذا هو القطر قطر يعني شاد من الجن للجن القطر ديالها 1.6 متر لا تخليها حتى الآخر تقوم بالعملية ماشي مشكل إذا ماذا نحن حولنا كل شيء عندنا 6 الأمتار تعطي 600 4 الأمتار تعطي 400 في 200 ها؟ 1.6 شنو درنا ليها؟ ضربناها كيفاش ضربناها؟ كيفاش نضربوها باش نلقاو السنتيمتر؟ هذه راه متر هذه هذه راه 1.6 متر بحال 1.5 متر و 10 سنتيمترات فهمتي؟ نضربوها فين؟ نضربوها في 100 هي راه معروفة ملي يكون عندك المتر في تلقاي سنتيمتر تضربو في 100 ملي يكون عندك سنتيمتر تبغي تلقاي المتر تتقسم على 100 تنظر العلاقة بين المتر والسنتيمتر أما بين المتر والمليمتر هذيك كاين 1000 غتضربو في 1000 تقسمو على 1000 فهمتي ولا؟ إذا عندنا 1.6 غنضربوها فاش؟ في 100 شحال غتولي عندنا؟ غنزيد 1.2 هاد الجي شحال من رقم؟ جوج هي عندنا رقم واحد شنو غنديرو؟ غنديرو صفر شحال غتولي عندنا؟ 160 ساهلة ماشي شي حاجة غادي خاصك تعقل عليها ما خاصكش تبقى غادي تبقى تفكر فيها هادي خاصك صافي تفوتيها فهمتي ولا؟ إذا ها هي عندنا 160 هنا 160 سنتيمتر واخا احنا دابا لقينا الأبعاد الحقيقية ديال هاد القاعة مع الطاولة لقيناها في السنتيمتر هادشي اللي لقينا ما درنا حتى حاجة دابا حنا راه باقي ما خدمناش دابا عاد غنشوفو كيفاش نحطو في التصميم شنو غنعملو؟ مع العلم بأن عندنا سلم التصميم هو 1 على 100 شنو غنعملو دابا؟ سلم التصميم ماشي يليق ماشي يليق هاد سلم التصميم تحقق على الأبعاد
تحرر الابعاد، ولكن هذه واحد الناحيه، واحد الناحيه تحرر الابعاد، ولكن اسمو تيدير على الثاني تيصغر هو تيصغر وتكبر وتكبر. حنا دابا عندنا هاد المسافات اللي عندنا ديال القاعة 6 الامتار 4 الامتار متر و 60، اذن واش خاصنا نصغرهم ولا نكبرهم؟ كبرهم ياك، وحط لنا انتظار واخا، حط لنا انتظار قاعة 6 الامتار، حط لنا واقيلا 6 الامتار، واش عرفتي شنو 6 الامتار؟ لا خاصنا نصغرهم. ايوا خاص تقعد تمرين وتفكر مزيان، واه خاص تخرج عينك في التمرين، تحل عينك فيه مزيان، فهمتي؟ وتفهمي مزيان، تجبر على الله. اذا عندنا الطول ديال القاعة هو 6 الامتار، وست الامتار نقدروا نحطوها في الورقة؟ لا يعني شنو؟ خاصنا نصغروها ونكبروها؟ صغروها. خطوة اللي خاصنا نصغروها هي بهاد الابعاد اللي في القاعة، وما نقدروش نحطوهم كما هما، فما بالك انك راه كبرتيها، مديش غتولي، فهمتي؟ اذا بطبيعة الحال خاصنا، اذا اكيد خاصنا نصغروهم. اذا 6 الامتار غنصغروها، يعني عندنا 600 سنتيمتر غنصغروها، وعندنا 4 الامتار بمعنى اخر عندنا 400 سنتيمتر غنصغروها، وعندنا متر و 60 سنتيم بمعنى اخر عندنا 160 سنتيم غنصغروها حتى هي. اذا كيفاش غندير باش نصغر هادشي؟ يلا يلا دير دير رقية سهلة. قسمو. علاش نقسمو؟ على السلم. السلم شحال؟ واحد على 100. واحد على 100، اذا بطبيعة الحال غنضربو في واحد على 100، غنضربو في واحد على 100، يعني بمعنى اخر غنقسمو على 100، فهمتينا؟ تضرب واحد العدد في واحد على 100 بطريقة غير مباشرة، بحال تتشد تقسم داك العدد، بحال تقسم داك العدد على 100، فهمتينا؟ اذا دابا شنو غنعملو؟ يلا قولي شنو غنديرو؟ يلا نجيو للطول. ها الطول نبدا بالطول الاول. اذا الطول شنو غندير الطول؟ على التصميم قسم على 100. اذا غنديرو 6 قسم مضروبه في 1 على 100، ولكن 6 شنو هي 6؟ 6 شنو؟ امتار. امتار. اذا نضربنا 6 في 1 على 100 شحال غنلقاو؟ غنلقاو 60. غنلقاو 60. ها؟ لما ضربنا في 100 راه ضربنا في 1 على 100، راه قلنا لكم كنضربوا واحد، ملي كنضربوا شي عدد في 1 على 100 راه بطبيعة الحال قسمناه على 100، هذا خصك تفهميها. اذا شحال هي؟ هي ها؟ 0.006. ها 0.006 اشنو؟ سنتيمتر. متر. احنا في الاول علاش حولنا السنتيمتر؟ باش ما تخرجش لينا 0.006 هكذا. اذا ممكن ناخذ العدد الاخر، شنو هو؟ ممكن ناخذ العدد الاخر، شنو هو؟ هو 600 سنتيمتر. اذا ممكن ناخذ 6 الامتار، وممكن ناخذ 600 سنتيمتر. اذا خذينا 6 الامتار في الاخر غنحول السنتيمتر، يعني غنضربو في 100، نفس النتيجة تعطينا. إذا خذينا 6 الأمتار وضربنا في 1 على 100 غتعطينا النتيجة على الورق بالمتر، يعني عطاتنا 0.006 هذا متر، غنزيدو نحولها للسنتيمتر هنا غنضربها في 100 غتعطينا شحال؟ 0.006. إذا شحال المقابل ديالها بالسنتيمتر؟ يا هي شحال؟ 6. 6 6 اش؟ 6 سنتيمتر. سنتيمتر، يعني الحجرة الطول ديالها غنحطو فيه 6 سنتيمترات، واش فهمتي ولا؟ هذا هو اللي غيكون على التصميم، إلا بغينا نحترموا سلم التصميم، فهمتي ولا؟ هما عطاونا سلم التصميم باش نحترموا المقاس، فهمتي ولا؟ باش التصميم اللي حطيت أنا يكون عند الآخر يكون عند الآخر، باش يكون واحد يحط المقاس اللي بغا، فهمتي ولا؟ دابا حنا حطينا التصميم في السنتيمتر، إذا في الأول بدينا بالمتر، فهمتي ولا؟ وفي الآخر خرجت لنا النتيجة على الورق بالمتر، وعاد حولنا للسنتيمتر عطاتنا 6 سنتيمترات. ممكن من البداية ما ناخذوش حنا 6 الامتار، ناخذو 600 سنتيمتر، فهمتينا؟ هاد 600 سنتيمتر شنو غندير بها؟ فاش نضربوها؟ هاد 600 سنتيمتر مثلا هي المسافة في الواقع، إذا شنو غنعملو بها باش نلقاو؟ باش نلقاو المسافة هاد التصميم؟ نديرو 600 600 في 1 على 100 على 100، شحال غادي تعطينا؟ يا عطينا 6 هي 6 6 سنتيمتر ولا متر؟ 6 سنتيمتر. علاش لحقاش في الاول حولنا سنتيمتر؟ اذا ممكن نقوم بالتحويل من البداية، وممكن حتى الاخر نقوم بالتحويل، واش فهمتي واش نقول لك؟ دابا شنو خرجنا دابا؟ النتيجة ديال اش؟ طول ديال الطول فين؟ الطول على التصميم. على التصميم، اش باقي لنا دابا؟
العرض العرض شنو غنعملو؟ ناخذو ها؟ ناخذو؟ ناخذو العرض ونربو ودي بربو منك 4 أمبير ونربو 100 سنتيمتر جوج مرة ديال الطول على الواقع جوج بالواقع راه ما كاين حتى فرق بيناتهم هاد الجوج فقط الواحدة فهمت ولا؟ العبار فيها نفسه إذا شنو غنعملو دابا؟ دابا ناخذ العرض شنو اللي فضلتي ناخذ 4 أمتار ولا ناخذ 400 سنتيمتر؟ 400 سنتيمتر يلا شنو غنديرو دابا؟ غنديرو دابا العرض ها؟ على العرض على تسنين هيك العرض على تسنين هيك شنو غنعملو دابا؟ يلا عاد على التسنين شنو غنعملو؟ إذا دابا غنشوفو العرض اللي غنحطو في التسنين شنو غنعملو؟ العرض ها؟ العرض في الطول شنو غدير المساحة؟ عرض عندنا عرض عندنا واحد العبار ديال واحد الطول ديال واحد العرض ديال واحد القاعة في الواقع هالعبار ديالو راه معطيه لينا ونحطو في التسنين ماشي شي حاجة واعرة راه قلنا لك حمرا غنديرو العرض قسمه صافي يعني شنو هو العرض؟ شنو غنحسبو شنو طالب منا دابا نحسبو؟ 4 شنو من 4؟ 4 متر مالا مالا 4 متر نقسمو على 100 علاش؟ شنو ندير على 90 إذا اللي مطلوب منا شنو هو؟ اللي مطلوب منا هو لقاء المسافة على التسنين اللي تتمثل لنا واحد المسافة في الواقع صافي يعني المطلوب منا هو نشوفو العرض ديال واحد الحجرة اللي غنحطها في التسنين اللي تمثل لنا واحد العرض حقيقي كاين في الواقع أنا إذا العرض اللي كاين في الواقع شنو هو؟ العرض اللي كاين في الواقع؟ هو 4 متر 4 متر سنتيمتر إذا غنلقاو المقابل ديالو غنحطوه في التسنين مادام أنه مطلوب منا باش نحطو التسنين ديال هاد الحجرة إذا ما غاديش نحاول ندرس مع الله خاصنا ناخدو القياسات ولكن عطينا واحد السلم إذا خاصنا نحترمو هاد السلم فهمت ولا؟ إذا عندنا 4 الأمتار وعندنا السلم هو واحد على 100 وغنشوفو شحال غيجينا ديال العبار باش نحطوه في التسنين إذا في نظرك كيفاش غنلقاو؟ عندي 4 مضربة مضربة في واحد على 100 يعني المقصود بها هي 4 على 4 على 100 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 0 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 يا و العرض فين؟ على التسنين هو العرض اللي غنحطو في التسنين اذا باش نرسمو هاد القاعة غنحطو 6 سنتيمترات على 4 سنتيمترات هذا هو القياس اللي غنحطو هنا فهمتونا يعني اللي غيمثل لينا هاد 6 الامتار على 4 الامتار دابا بقات لينا طاولة اذا الطاولة شنو غنعملو لها؟ عندنا القطر ديالها هو 1.6 القطر ديالها هو 1.6 إذا ما شنو؟ شنو غنديرو ليها؟ هي نفس الشكل غنضربها واحد على 100 إذا غنضربها واحد على 100 إذا عندنا 1.6 غنضربها بواحد على 100 ها هي 1.6 نضربها بواحد على 100 هي شحال عطينا؟ يا ها 0.0 ها 0.0 0.1 ها 0.6 إذا هادي راه غتعطينا 0.1 في الأول عندنا الواحد هنا ياك إذا غنشوف فاصلة هاد الجهة الفاصلة عندنا هنا كانت عندنا بين الواحد وستة إذا غنمشيو دور جوج أرقام هاد الجهة إذا غتولي عندنا 0.016 إذا هادي شنو؟ أش القيمة دابا؟ هادي دابا على التسنين ولكن باش؟ أش موحدة؟ متر بلا متر نحاولوها سنتيمتر ياه مرحبا مع القضية إذا دابا غنحاولوها سنتيمتر فاش غنضربوها؟ عندها في 100 في 100 الفاصلة بلا ما ترجع ترجع بلاصت ترجع هنا إذا هاد الفاصلة رجعنا هنا واحد فاصلة ستة هو القطر القطر ولكن شنو في العبار يعني عندنا سنتيمتر غنمثلها بسنتيمتر زائد كما تشوفوا هنا عندنا هذا سنتيمتر عندي هذا صفر هذا سنتيمتر واحد
2 سنتيمتر 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر 5 سنتيمتر الى اخره. كم وصلوا ل 100؟ من وصلوا ل 100 هذاك هو المتر. دابا نجيب السنتيمتر. هذا السنتيمتر تنقسم الى عده مسافات صغيره، فهمتي؟ اذا كل سنتيمتر فيه 10 مليمترات كما كنشوفوا. والمتر اللي قلنا فيه 100 سنتيمتر من هذه المسافه اللي تنشوفونا، اذا فيه 1000 مليمتر. فانا نشدو المتر نشوف شحال فيه من هذه المسافه من السنتيمتر، اذا نلقاو فيه 100. ولا بغينا نشوفوا شحال من مليمتر كاين هنايا من هذا الصغار هذا، اذا غنلقاو فيه 1000. دابا حنا اللي تيهمنا هنا وهي عندنا الطاوله غنمثلوها بسنتيمتر فاصله 6، ما معنى هذا؟ يعني غنعبروا هذه المسافه وهذه فاصله 5 وهذه فاصله 6. اذا هذه المسافه اللي غنحطوا على التصميم بالنسبه للطاوله الدائره، يعني غنحطوا فقط القطر ديالها وغنشدوا الطاوله وغندوروا. المركز عندها.